تألق عمرو جمال النهارده، تألق احمد فتحي، جون يمكن منتهى البرود بصراحه. احمد فتحي احرز هدف، يمكن عجبني قوي بصراحه، جون يمكن كان جميل قوي. معايا محمد نجيب احد نجوم النادي الاهلي بصراحه، وقدر ان هو النهارده يؤدي مباراه جيده. محمد مبارك لك طبعا، فوز كبير، والنادي الاهلي دايما موجود في الاوقات الصعبه. طبعا النهارده بقول الحمد لله طبعا النهارده على البطوله، الحمد لله طبعا توفيق ربنا. النهارده اللعيبه كلها كانت مركزه في الماتش، لان البطوله غاليه وبعيده عننا بقى لها فتره كبيره، بقى لها حوالي 10 سنين ما خدناش البطوله دي، والحمد لله كلنا كنا مركزين ان احنا ناخد البطوله، والحمد لله ربنا كرمنا بيها الحمد لله. تعاملت ازاي مع الوقت الصعب اللي جه فينا الجون؟ جون كان مفاجئ بصراحه، احنا متسيدين المباراه لكن جون جه عكس مجريات الامور. ايوه طبعا ما جه فينا الجون اللعيبه كلها كانت مركزه، واللعيبه كان في اصرار عند اللعيبه، والحمد لله ربنا كلل مجهودنا وتعبنا طول الماتش، وقدرنا نجيب جونين في اخر الماتش الحمد لله. الهدف القادم للنادي الاهلي بطوله افريقيا، حابب تقول ايه لجمهور النادي الاهلي؟ طبعا بقول طبعا لجمهور النادي الاهلي اتمنى الفتره الجايه يبقوا ورانا، لان بطوله افريقيا هتبقى عندنا ماتش قوي جدا مع الترجي، وان شاء الله كنا نبقى مركزين فيه ونقدر نكسب باذن الله. الكابتن عايز الكابتن يخلص. ايوه يا كابتن. الله يبارك فيك يا نجيب، ده من اللعيبه الرجاله والله، مبارك له النهارده، راجل هو ورامي ما شاء الله يعني. الحمد لله. انا جبت التوفيق، انا بسجل معاك عشان ده كوره ممكن يحصل له حاجه، ممكن يموت.